عايزة هتكملها في سويدر مانا كلاب بتاعي. اجي شوف لي معاك سيجاره. جيب لك سيجاره منفوفه؟ لا عايز سيجاره عاديه. ماشي العلبه كلها اهي. ولو عوزت حاجه خبط عليا. تشكر يا برنس. هيبقى سميح بخ. يا ترى يا تهاني بتعمل ايه دلوقتي؟ السيرفر ده لسه معاكي ولا ايه اللي حصل؟ اوعي يا تهاني، اوعي تخافي او تضعفي. قريب قوي قريب قوي هبقى معاكي وهننسى كل ده وهنبدا من جديد من اول ما شفتك في الاجزخانه. انت يا زفت انت سيب القرف اللي انت بتعمله ده ورد عليا. انت بتشتغل ايه مع سميح؟ ولو ما قلتش الحقيقه هبلغ عنكم انتوا الاثنين. يا بني ادم انت، في حد يدخل كده من غير ما يخبط على الباب؟ هو حلو ليكي ووحش ليا؟ يلا روح خبط على الباب. خلص ماشي كده؟ مش هيغلك عنده تخطف خلق الله؟ هي دي شغلانتك يا مسعد؟ خط فيها هبله انت. جوز اختي جيكا كان عندنا في المكتب بيسال عليه، بقاله يومين مش موجود، وقال اخر حد كان معاه كان انت. هو انا عشان اخر واحد كنت معاه ابقى خطفته؟ واحد غطس بقاله يومين يبقى اتخطف؟ يمكن بيقط هنا ولا هنا، مال ام انا فوق من القرف اللي انت فيه ده ورد عليا. بطل لف ودوران. عايزه ايه يا تهاني؟ بعدين ملك محموقه كده ليه؟ ما يتخطف ولا يولع بجازه هو وجوز اخته. مالك انت؟ القرف ده كان بيعمل ايه عندي فوق الدولاب؟ مسدس شايله فوق الدولاب عشان ما حدش يلعب فيه. يا بني ادم انت، انا خايفه عليك. سكه سميح سودا وزي الزفت. ولا انت بقى عايز ترجع السجن تاني؟ ما انت شغاله معاه وزي الفل. في ايه؟ هسيب الشغل عنده. ارتحت؟ يبقى احسن برضه. نوري نوري. عارف يا دي انت لولا ان انت اخويا انت عملت ايه؟ ازيك يا شوباشي؟ ازيك يا عم شعبان؟ احلى كوبايه شاي يا عم شعبان يا حوده. لا مش عايز شاي. اخبار الشارع ايه؟ ها؟ الشارع زي الفل وتمام، مفيش اي جديد. فين الواد جيكا؟ جيكا؟ معرفش جيكا فين، غطسان بقاله مده. انت ايوه يعني فين يعني؟ هو مين؟ جيكا. جيكا معرفش هو في حاجه يعني ولا ايه؟ اصل في ناس بتقول يعني ان هو اتخطف. هو مين؟ جيكا. جيكا جيكا جيكا. بقول لك اللي يمشي ورا كلام الناس مش هيخلص يا عم شعبان. منعول ابوكو، منعول ابوكو، ابنحكو شفيق. ايوه ايوه
استاذ حلمي سليم المحامي معاه مستند من النيابه بيثبت انه سميح مزور اسمه من سميح عدلي فهيم الصرفي لسميح علي الصرفي. انا عاوز حضرتك تروح تنسق معاه لانه عنده معلومات مهمه جدا هتفيدنا الفتره اللي جايه، خصوصا انه رفع قضايا كتير على سميح. حاضر. المهم دلوقتي اني قدرت اوصل للموظف اللي كان موجود في التسجيل، كان بيتعامل مع المكتب من زمان وهنحتاج شهادته لانه هيشهد انه كان بيعمل ماموريه توثيق خارج الشهر العقاري وده شيء قانوني. طب الفلوس اللي اداها له الاستاذ شوقي ممكن تتحط تحت بند الاكراميه، بس ممكن تعمل له مشكله وترفده من شغله. خلاص خلص معاه ووعده ان احنا هنشغله عندنا هنا في المكتب بمرتب اكتر من اللي كان بياخده في الحكومه، وما تنساش تنسق مع استاذ حلمي. طيب والتسجيل اللي في النيابه ده من غير صوت؟ اه احنا لو عرفنا نجيب الصوت ده هيسهل لنا حاجات كتيرة قوي. انجي في ايه؟ طب اهدي بس عشان افهم. انا جايلك جايلك. في ايه؟ الاستاذ شوقي كويس؟ اه لا مفيش حاجة، انا بس لازم امشي. انا هدي لحضرتك ساعتين تخلي فيهم الفيلا. ساعتين ايه؟ الفيلا دي بتاعتنا ومش هسلمها لحد. انا وريت لحضرتك كل الاوراق وانا منفذ القانون اللي بيقول انه الفيلا دي اوراقها وملكيتها لسميح علي فريد السرافي. نصبوا حرامي وسرقنا الفيلا دي بتاعتنا. مفيش عقد ايجار او اي شيء يديكوا الحق انه تقعدوا فيها وصاحبها طالب تخلوها بره. البيت ده بيتي ومش هسلمه لحد. ويا ريت بقى تقولي سميح بتاعك ده انجي بتقولك اكبر دماغك في الحيط. اتفضل اتفضل. انا انذرت حضرتك بكل ذوق وادب واديتكم مهله ساعتين، هخليهم اربعه وبعد كده هنفذ بالقوه. احنا كده هنحتاج رجاله تانيين. عايز كام راجل يا باشا؟ عايز خمسه موجودين بس ما يكونوش خيبه زي اللي جوه دول. اللي جوه دول خيبه؟ ايوه خيبه. هم لو مش خيبه كانوا نطقوه. تمام سعادتك، تحب امشيهم؟ لا خليهم وخلي الناس التانيين كمان يجوا يبقوا حراسه هنا عشان لو فكر يهرب ولا يقل دماغه، وكمان عشان يجيب اخته. حصل، هطلبهم دلوقتي. زمانها كبرت وبقت في الجامعه دلوقتي فوقيه. فوقيه مين؟ اخته. ما هو مش هيتكلم غير لما يشوفها هنا في حضن راجل من الرجاله. الواجب ده هيبقى عندي انا. ماشي كده. هي مسه يا باشا. ما تخلص يا مسعد. تمام تمام يا باشا. طب وانت ما كلمتنيش امبارح ليه؟ ما انا ما اعترتش فيك وكنت قافل التليفون. والعمل؟ الناس اللي انت كلمتهم دول هيعرفوا يحلوها؟ برغوثة قال الحل اللي عنده. اللي هو ايه؟ يخطف مسعد ويقرره على مكان جيكا وهو هيجيبه. هو ده الكلام؟ ومستني ايه؟ بيسأل ينفع يتويه شويتين دول في المخزن بتاعنا؟ اه ينفع، قول له ينفذ. بعدين بقى الواحد كل ما ربنا يهديه تطلع له حكايه وترجع له الشقاوه تاني. ماشي قاعده ازاي يا رينا؟ احنا ما كانش لازم نمشي. حبيبتي سميح ده مزور كبير هنفضل وراه لغايه اما نثبت تزوير. وازاي هنثبت؟ انت ما سمعتيش الضابط وهو بيقول ان كل اوراقه قانونيه؟ كل الاوراق اللي معاه باسم سميح علي الصرفي. صح صح. سميح مزور اسمه، اسمه الحقيقي سميح عدلي الصرفي. اهدي كده هننقل هدومنا احنا بس وهنقعد في شقتي. ما تقوليش لجليلة على اي حاجه. امال هنقول لها ايه يا حبيبتي؟ نتصرف، نقول لها الصيانه بنرش الفيلا، المهم ما تعرفش حاجه عن اللي حصل. طب انت متاكده من الكلام بتاع تزوير الاسم ده؟ اه يا حبيبتي معانا مستندات. يا شيرين هنروح فين دلوقتي؟ قلت لك هنروح على شقتي.
نغير هدومنا ونطلع المستشفى. ماشي. الو. ايوه ألفة، انا رينا حبيبتي. طب احنا هنعرف العنوان ده ازاي؟ لا انكل شوقي لسه ما فقش ولا اتكلم. طب هو مفيش حد تاني ممكن يعرف العنوان ده؟ لا لا لسه ما قريتوش. هعدي دلوقتي اشتري الجورنال. حاضر. انا كاتبه في المقال ان الوثائق والمستندات والادله كلها عندي صوت وصوره عشان سميح لما يقرا يعرف ان السيرفر معايا، وحتى لو ما قراش اكيد حد في الحزب هيبلغه. اقول ايه ده بجد؟ انت الكلام ده؟ طيب طيب. لا لا كده انت بتفكري صح جدا. لا هنتكلم تاني. ماشي سلام. سمعت الجديد؟ ايه؟ سميح كان معاه ورق ملكية فيلا شوقي العدل. النهارده بعت البوليس عشان يطردهم منها. هكذا؟ انا عمري في حياتي ما قابلت مخلوق اوطى من كده. حبيبتي انت من هنا ورايح لازم تحافظي على نفسك. يعني ما تخرجيش لوحدك. ما تخافش عليا يا فؤاد. ما اخافش عليك ازاي؟ لازم اخاف عليكي طبعا. واخاف على اللي في بطنك كمان. ايه؟ لسه مش عايزه تقولي لحد؟ على فكره الناس هتفرح قوي لما تعرف. معلش خلينا مخبيين شويه يا فؤاد. ده احنا ما صدقنا ان الحقن المجهري نفع المره دي. معلش داري على شمعتنا تقيد. ماشي بس ده برضه مش هتخرجي غير رجل على رجلك. ان كان كده خلاص. يا اهلا يا اهلا بالرجاله. اهلا بالرجاله. اتفضلوا 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 يا حبايب. المصعد فين؟ جاي عادي. اتفضلوا بيكم مطرح. اتفضلوا اقعد على السلم هنا. انت اقعد اقعد يا حبايب. جاي حالي دلوقتي. انا بقى كده بقول لكم ايه؟ نعمل شويه شاي قطن صعيدي كده على المنقد، حاجه نمره واحد. ماشي ماشي ماشي. اوكي اوكي ثواني. يا شوقي المهم تقولنا بالسلامة. مصعب جاب رجاله تانية بره، وانا كنت ناوي اطيرك انا وبرهامي النهارده.
ايه يا عم انت بتعمل ايه؟ ده برشام منوم هطحنه واخلطه مع الحشيش للعيال اللي بره دول يضربوه يتكوموا ناخد السلاح ونطير. هنطير؟ اه بس امان عليك يا ابن عمي اول ما نخرج من هنا تاخد البتاع ده وتوديه للنيابه وتسلم لي الواد ابن الحرام ده. انا مش قادر تقلق خالص انت حقكم محفوظ. يا عم في لو اتبزك ليه؟ انا قلت حاجه زعلتك؟ سادة يا اصلا انت هنا مش حلو ومش تمام. حق يا جدع؟ ايوه حقكم يا جدع مش دي السبابه بتاعتكم؟ سبوا بيتكم يا جدع اكل عيشكم ابوظوا لكم يعني ما ينفعش. الكلام ده لو كان مع واحد مجدع لكن ده عيل خسيس واكل حقوق الناس وانت اجيك مننا وعلينا واحنا لازم نلم الليله دي بسرعه ونطير. صدق اخر ما كانت امي بصحتك قد ايه تقول لي ربنا وقف لك ولاد الحلال. وانت ما كنتش مصدقها؟ لا ما كنتش مصدق انكم ولاد حلال. طب يلا بقى خفيف عشان الوقت هيسرقنا. لا عشان كده هيبقوش على فكره. لا ما انا هدي الواد برامي شربه له مع الجوزه. كده على فكره دي كده مش طريقه شغل. انا هجيب اي واحده تكمل الفيلم حتى لو هعيد الشغل كله. عايزك يا مسعد تطلع العفش ده بره وترميه في الشارع ذوقه بلدي قوي. لو ما عندهمش حته يروحوها احجز لهم في اوتيل. طول عمرك شغال بالقانون يا باشا قلبك طيب. عاجبك اللي عملتيه يا رينا؟ اتبسط. انا عايزاك تتبسط الفتره اللي جايه دي على قد ما تقدر عشان اللي جاي هيبقى سواد على دماغك. ما تعالي وتبطلي الكلام الكبير ده. نزل ايدك يا حيوان. اللي كتبته ألفت بدير ما كانش من فراغ. على فكرة السيرفر تحت ايدينا وعليه كل حاجة. عليه براءة شوقي العدل الايد اللي اتمدت لكلب وعضها وحدخلك السجن تقضي فيه بقية عمرك يا ابن عدلي السكران. عايزك تروح شارع المشتل تعس لي على فؤاد وولفت وتنط لي على شقته هم على طول قاعدين لي في الكافيه. بس انا ازاي هخش الشقه وانا لص ماشي كده؟ اتصرف اكسر الباب. طيب السيرفر ده شكله ايه؟ جنيدي هو جيكا فين؟ غطسان ما قعدش بقاله يومين. غطسان؟ غطسان فين يعني؟ انت تعرفي حاجه؟ لا حاجه ايه يعني يا عم جنيدي؟ طب انا هحكي لك بس لو عارفه عنه حاجه هتقولي لي. ها؟
يا عينا بقى مسا مسا حورتاجي ما بتشوفش الولا مسعد زغلول؟ الأمين المرفوض يا جدع. لا أنا بسأل بس. أمين أنا احتمال عوزك في مصلحة الليلة دي. أمين يا شبح ده العشم برضه. يلا زبط الرجالة وأنا هكلمك. ها سلام يا شبح. سلام يا عيدو. سلام. ايه ما شافوش؟ ما شافوش. فكر معايا دلوقتي، لو مسعد عايز يجيب رجاله للزفت اللي شغال عنده ده هيجيبهم منين؟ ما احنا كلمنا كل الرجاله ومحدش شافه. هو ده اللي مجنني. مسعد هيجيب رجاله منين؟ احنا شويه لو ما جاش على المكتب نطلع نعمل له كمين عند البيت. قشطه. يعني هو ما ادالكش البتاع اللي معاه؟ بتاع اللي معاه ايه؟ ايه الحكايه؟ كل ما اكلم حد يقول البتاع اللي معاه البتاع البتاع. انا المهم عندي هو محروق البتاع اللي معاه والزفت ده. ما هو البتاع اللي معاه ده هو اللي هيرجعه يا عم جنيدي. لا معرفش هو شاله فين. بس انا عارفه. عارفه؟ طب احكي لي بقى على كل حاجه. لا لا بعدين يا عم جنيدي، اصل مدام صفيه تعبانه قوي وجابوا لها الدكتور. بعدين هبقى افهمك. سلام. احنا دلوقتي كل اللي معانا مستند باسمه الحقيقي، نقدمه للنيابه. انا جبت نسخه من عقود الملكيه بتاعه القطاميه اللي باسمه المزور، واكيد هي كمان مزوره، ومعايا العقود اللي بتثبت انها ملك شوقي العدل. ها كده قضيتين خالصين. طب وشقه جاردن سيتي؟ انتوا نسيتوا انه فيها كاميرات وسيستم مراقبه؟ ده دي لوحدها قضيه امن دوله. ثلاثه، مين يزود؟ احنا هنعرف عنوان شقه جاردن سيتي ازاي؟ مش دي الشقة اللي بتصار فيها شوقي العدل يا متر؟ انت بتقول ايه؟ تقصد ايه يا استاذ؟ خلاص خلاص ما حصلش حاجة. يا درويش احنا جايين نتفق مش نتخانق، خلي بالك من كلامك يا اخي. برضه ما وصلناش لأي حاجة. يا جماعة الشقة والسيستم دول هما القضايا الحقيقية اللي هتربك سميح، لأنه أكيد محضر ألف رد على مواضيع التزوير دي. اسأله فرحان الخدامة اللي كانت بتروح لسميح الشقة. هكذا كانت تايهة عننا فين دي؟ فرحانة مش هتتكلم ومش هتقول أي حاجة قدام أي حد. ألفت إيه ده؟ لازم تقابلها وتكلمها على انفراد. أنا هقول لجنيدي خليها تعدي عليك في البيت. كفاية كده. نطلع على بيته بقى. استبر شوية، المكتب لسه شغال، يعني ممكن يجي في أي وقت. وبعدين حتى لو ما جاش مسعد مش هروح دلوقتي. الخروف شرف. شايفنا ولا إيه؟ ده جاي ناحيتنا. مصلحة. أنزل معاك ولا تعكمه لوحدك؟ لا، دور أنت. برغوتة؟ اه برغوتة. ملك السرعة كده ليه؟ كأنك شفت عفريت. طالع من العفريت. عايز ايه؟ انا سمعت انك عايز رجالة وانا مقشفر ومن الاخر كده عايز اشتغل. مالك شغل معاها يا معلم؟ ماشي كده؟ ايه ده؟ انت بتفتح لها المطوة برغوتة؟ وشوقك اتنين لو حكمت. قدامي. قول يا أنسة. النهار ملخلخ، هو مين مع مين ولا مين ما جاش؟ الحكاية متشالطة على الآخر. فين الناس يا فرج؟ على وصول يا باشا. حالا حالا هيوصل أهو. ودادي افتح المخزن بسرعة بسرعة. يلا امسك.
عم اطلع اطلع. يلا يلا خش 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 يلا خش. شايف فل يا رجاله؟ ايه الحلاوه دي والنور ده؟ شويه شرب او ما يستغفوا حته التعميره هي لحقتها قبل ما تبوش. تشكر يا زوق. الواد زيكو كان حاططها في البنطلون ورماها في الغسيل اتغسل لحقتها. بقول لكم ايه، افركوها بقى على المعسل واصطبحوا واعملوا دماغ. ماشي؟ طب اصطبح معانا. انا عميان من امبارح وضارب تعميرتين جامدين. انا اخش اقيل ساعتين وابقى اجي لكم. ماشي؟ ماشي يا باشا. عشان نخلص عايز اربطك. انا مش رضيتك واديت كل اللي انتوا عاوزينه. في ايه؟ عايز اعرف فين جيكا. طب ما تقولوا كده من الصبح، انا اقول لكم على مكان جيكا. بس انت عارف في كام راجل هناك؟ اخلص. 50 راجل بسلاح. يا ايه فين بقى المكان يا حالتها؟ خلاص هقول هقول خلاص. مفيش شقة يا هنا، المكان كله فيستك. الرجالة كلها ساعة ولا ساعتين وهنمشي. لازم أكلمها، لازم أطمنها عليا، افهم بقى. Thank you.
تخافش مفيش دم، بس احتياطي هم بره بيقعوا زي الفراخ، وكده كده احنا خمسة وهنطير. بقولك يا زيكو، السلاح جوا شيطان، افهم يا جدع، جوا شيطان. يا ابرهامي، ما انا قلت لك مش عايزين دم، مش عايزين اي روح تروح بسبب يا اخي. ايه في ايه؟ مش عارف يا جيكر، في جرمة بره بيضرب نار وخرطوش، شكلهم هيولعوا في البيت. اكيد مسعد ولا سميح هم اللي بعتنهم، بس عرفوا منين ان الابلسه دول؟ اكيد مركب كاميرات في البيت، مبيعات ولا هيشتريها يعني. بس شافنا ازاي يا ابن الحرام ده؟ امشي، ليك في الالي؟ ولا عمره مسكته، بس خليها على الله. وشد دي وتدوس على دي وتمشي هو هيخلص. ايه هو اللي دوس على دي وامسك دي؟ ايه مدفع يعني؟ يا عم انت هتعلمه واحنا بنتدرب علينا نار بره. استهدى بالله يا عم الحاج، مش نعرف يشتغل ازاي الاول. حاسب حاسب يا برهان، انت باين عليك غشيم. يا عم ده ما تنشنش بيها غير عدوك بس. انا بقول لكم ايه؟ اداروا، انا هطفي النور، اداروا. يلا قاتل يا مقتول، يا موته ولا اكتر. ما بنتهاش، تعال ورايا. بس سعد باشا، سعد باشا، الله يخرب بيتك. سعد فين؟ البيت بيولع، الراجل ده لازم يتنقل على المستشفى دلوقتي حالا. الله، طب وهنقول لهم ايه في مستشفى خان؟ يا اخي انا هتصرف، خد رجالتك وطير من هنا، يلا بسرعه. انا جاي معاك افرجله. طب يلا قبل الراجل ما يتهيص مننا. يلا 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 يا رجاله. الو جيك، انت فين؟ طيب حاضر، امتى؟ حاضر، اغير هدومي وهنزل على طول. فين؟ يلا مع السلامة. ايه يا جيكا؟ انت كنت فين كل المدة دي؟ خضتني عليك. وحشتيني. انت كمان وحشتيني. خلاص، كل اللي انت عايزاه هيتعمل من بكرة. بس انا كمان طلب منك طلب. مفيش سميح، مفيش موضوع السكرتيرة ده والكلام الفاضي. من هنا ورايح انت السكرتيرة بتاعتي. وانا موافقة. عايزة اقولك ان كل الناس كانت عايزة تاخد السيرفر اللي معايا ده عشان خاطر مصلحتهم طبعا، بس انا عملت زي ما انت قلت. من بكرة خلاص رجلك على رجلي في اي حتة هروحها. انا جيت بس عشان اطمنك عليا، اطمن عليك. حبيبي انا كويسة طول ما انت كويس. وحشتيني. عشان خاطر خد بالك من نفسك يا شيخ. حاضر. ما كنتش هتصور انك تفضحني بالشكل ده. ما لقيتش فضيحه لشوقي غير معايا. افضحك؟ ده انت من النهارده الطلب هيزيد عليكي. ما تشغليش بالك. طول ما انت مع سميح ما تشغليش بالك باي حاجه خالص. انا ليا طلب عندك. هو صحيح صعب، بس انا عارف ان انت قدها وقدود. طلب ايه؟ جيكا اتاخر قوي، زمانه جاي. صحانا امبارح بعد الساعه 2 بالليل، وقال انه هيبقى هنا من بدري. تلاقيه راحت عليه نومه.
كنت بعت له بواب العماره صحيه. اللي يشوفه امبارح يقول ان احنا هنيجي نلاقيه قاعد مستنينا هنا. اهو جه اهو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مساء الخير. مساء النور. انا كنت جاي اعتذر لكم عن اللي قلته المره اللي فاتت. تعتذر عن ايه؟ ما انت معذوره. انت بس ما تعرفيش جيكا بالنسبه لنا يبقى ايه. والحق على جيكا هو ما قالكيش اي حاجه عننا. بس هو فين يا اساتذه؟ يا عزيزتي انا ما كنتش برسمه عشان اضحك الناس عليه، انا كنت برسمه عشان اضحك الناس على نفسها. سيرفر لو السيرفر ده فيه كل اللي قلت عليه قول على سميح يا رحمن الرحيم. في كل حاجه يا استاذ، كل حاجه. بس انا ليه عندك طلب؟ اطلب. البنت فرحانه، بنت غلبانه وليه، يا ريت نستر عليها وما نفضحهاش. جدع جيكا، طول عمرك ابن بلد وشهم صح. طيب انا هستاذنكم دلوقتي عشان عندي مشوار مهم، بسيب لكم البتاع ده تتفرجوا عليه براحتكم. يلا تاني. انتوا هتعملوا ايه؟ ما ينفعش هنا. درويش عنده حق. تحبوا تيجوا المكتب عندي؟ وعلى ايه؟ في الشقه عندنا قطن. اتفضلوا اتفضلوا. اهلا اهلا اهلا. الحمد لله على السلامه يا سعد باشا، يا ريتني كنت انا. يا راجل بعد الشر عليك يا جيكا. الحمد لله على سلامته يا فندم. بس الدكتور قال ان الجرح سطحي، يعني حاجه كده من بره بره. والله ما اعرف اقول لك يا سعد باشا، والله ما اعرف اقول لك ايه. أمرني، أنا تحت أمرك في أي حاجة. عايزك تخرجني من هنا، خلاص زهقت من قعدة المستشفى. يا سعد باشا، زي ما قال لك فرجله، الجرح سطحي، ريح لك يومين وكله هيبقى كويس إن شاء الله. اسمع يا خالد، أنت كده كده معانا في القضية، وإحنا مش طالبين منك غير شهادة الحق. بس أنا كده يا أستاذة هترفد من شغلي. أنت كده كده هتترفد من شغلك. أنت مش عارف الجريمة اللي أنت عملتها دي عقوبتها إيه؟ مش انا قلت لك هتشتغل معانا هنا في المكتب وبمرتب احسن من اللي كنت تاخده في الحكومه؟ اذا كان كده انا من ايدكو دي لايدكو دي. خلاص اتفضل، استنى استاذ ناصر بره. الو، ايوه استاذ حلمي، بجد انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي. استاذ ناصر هيعدي عليك. مرسي جدا مرسي جدا، مع السلامة. خير؟ أستاذ حلمي قدر يجيب الفيديو الأصلي والصوت فيه واضح ومن غير مونتاج. الأخبار دي هتفرح الأستاذ شوقي قوي وتخلي حالته تتحسن بسرعة. الحمد لله. ناصر، هتروح لأستاذ حلمي تجيب من عنده الفيديو، هو مجهزهولك على فلاشة. الحمد لله فرماه، بس ربنا يستر على اللي جاي. تقلقش يا عم جنيدي، اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي. الله رأيك. انت عارف الواد فتيحه ده بيفكرني بمين؟ بمين؟ عارف الراجل اللي حرق نفسه في تونس ده، اللي هو قدام الاسم وحرق نفسه، اسمه ايه؟ البو عزيزي. ايوه. صحيح، ده انا نسيت اقول لك. ايه؟ مش الراجل بتاع تونس طلع عمل خطبه وقال لهم فهمتكم وخلع؟ امال اللي عندنا مش عايز يخلع ليه؟ يمكن ما فهمناش عشان كده مش عايز يخلع. لا بس بعد ايه يا عم جنيدي؟ بعد ما نهب البلد نفضها راح راكب في الطيارة وفضل يلف في الجو عشان بلد تلم ولا ترضى انها تستقبله، والناس نزلت في الشوارع ايه فرحانة، اللي يقول لك بين عليها رب بين عليها رب، واللي يقول لك هرمنا من اجل هذه اللحظة. ايه الفرحة دي؟ عقبالنا بقى، عقبالنا اما يغور اللي كاتم على نفسنا ده. شش، وطي صوتك وطي صوتك يا حمار. انت ايه عايز تودينا في داهية اكتر من اللي احنا فيها؟ ما احنا رايحين في 60 داهية. هرمنا يا عم جنيدي هرمنا، عايزين اللحظة دي بقى. والله انت اللي هرتنا. دي كل المستندات الاوراق اللي كلها فيها كويس. ده على منصة الحضور الذهبي، وده تقدير ذاتي للكتب. انت لو قلت مبلغ الدفاع العربي والباقي معروف. ده طلب طعن بالتزوير على عقد ملكية الفيلا لسميح، وأكيد هنعرف نسبته. ونسخة من المستند الصادر من النيابة باسم سميح عدلي. أنا هاجي معاك النيابة بكرة.
كل يوم نقول بكره الحال هيتصلح. انا مش عارف الناس دي هتسيب الشعب ده امتى. الطيور بترقد على البيض عشان يفقس، دول بقى بيرقدوا على الشعب عشان يفطس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اجيكم. دكتور مرعي ابن صفيه هانم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ فؤاد والاستاذه ألفة، الصحفيين كبار قوي. اهلا اهلا. وطبعا الاستاذ درويش، وده يا دكتور بقى الاستاذ حلمي المحامي اللي طلبك عنده. اهلا وسهلا. الحقيقه انا اجيكا شرح لي الوضع ومستعد لكل طلبات حضرتك. انا ماليش طلبات، وحق حضرتك هيرجع لك، اطمن. ايوه بس الاتعاب. الاتعاب خلاص جيكا دفعها، دي قضيه بلد. جيكا عايزك في كلمتين. اتفضل يا استاذ. انا عملت لك كل اللي انت عايزه، كل الفيديوهات اللي اتسجلت لفرحانه اتمسحت، ولقيت في فيديو خناقه بينها وبينه بيعترف فيها ان اللي في بطنها منه وبيطلب منها تنزله. اه هي قالت لي قبل كده على حاجه زي كده. هو ده بقى اللي هيبقى المستند اللي نثبت بيه النسب. طب تمام، ربنا يسترها معاك يا استاذنا، ربنا يسترها معاك. كنت عايزك في طلب تاني. اوه مرامتر. في واحد اسمه زياد الهواري، زياد ده اشترك معاهم في النصب على صفيه. كنت عايز اقابله واتكلم معاه. طب وانا اجيبه منين ده يا استاذنا؟ اللي جابه لسميح مسعد. مسعد؟ ماشي يا استاذ، اعتبره حضر. اكتب يا ابني. أمرنا نحن إيهاب الأباصيري وكيل نيابة شرق بضبط وإحضار سميح علي السرفي للتحقيق معه فيما قدم ضده من اتهام. ايه اللي بيحصل؟ ايه في ايه؟ حضرتك استاذ سميح السرفي؟ ايوه انا سميح السرفي. معانا امر ضبط واحضار ليك. انت اتجننت؟ انت عارف انت بتكلم مين؟ هتيجي معانا كده ولا هتغير لونك؟ نعم استاذ سميح، حضرتك محامي فاهم القانون كويس. ايه ده؟ في ايه يا سميح؟ لا مفيش حاجه. عارف اشيك؟ عارف، عارف انك كلب سميح، بس اطمن سيدك خلاص فاضل له على البرش خطوه. برغوتة فك الزبون. انا اللي قلت لهم على مكانك. متخافش يا مسعد، انا هسيبك تروح، وده مش عشانك، بعدين هبقى احكي لك مش دلوقتي. هتمشي يا مسعد، بس قبل ما تمشي عايزك في مصلحة. مصلحة ايه؟ زياد الهواري. ماله؟ عايزه. بس دي ستة مش تمام وسميح. عايزه امتى؟ دلوقتي. طيب وتختص وتجيبولي دلوقتي، يلا طير. ماشي كده.
كيف راجل له؟ سعد باشا عامل ايه دلوقتي؟ خرج من المستشفى وعالي العالي يا كهربائي العاصمه. الحمد لله كده تمام. السلام عليكم. اهلا جيك. ايوه السلام. اتفضل استاذ زياد. اهلا زياد. والله والله يا باشا مكتبني وصل امانه وسعادتك مفيش حاجه خلتني عملت كده غير الحوجه. ايه يا ابني واحنا في النيابه؟ اه انا باشا جيك فهمني على البلوة اللي حصلت بسببك. ما كنتش اعرف انها توصل لكده والله. انا قلت لك ما تخافش. اهدى اهدى عشان استاذ يفهمنا. ايوه استاذ ناوي على ايه؟ محامين شوقي العدل طلعوا أصل الفيديو من على السيرفر وأثبتوا إن سميح كان مفبرك فيديو تاني علشان يوقع بيه شوقي العدل، وده تلاعب بالأدلة والمستندات، وطعنوا بالتزوير على العقود بتاعت ملكية الفيلا، وأخذ 15 يوم على ذمة التحقيق. ماشي بس إحنا هنعمل إيه؟ مبدئياً إحنا معانا مستندات تثبت إنه مزور اسمه، ودي قضية تانية، ومعانا فيديو الفرحانة وهي بتودي له أوراق الملكية بتاعت الحزام الأخضر، ومعانا تسجيل وهو بيتفق مع زياد على اللي هيعملوه. والله العظيم انا مظلوم يا استاذ. يا ابني يا عزيزي، الاستاذ حلمي جايبك هنا عشان تكون شاهد، مش متهم وتروح في رجلين مع سميح. كمل يا متر. يبقى كده عندنا قضيتين، تزوير ونصب. وبعد شهاده زياد والفيديو والمستندات، ارض صفيه هترجع لها على طول. طب وموضوع فرحانه؟ موضوع فرحانه مفيش اسهل منه. في الخناقه اللي اتسجلت لسميح اعترف ان اللي في بطنها منه وطلب منها تنزله. طب والسيرفر والكاميرات وشقه جاردن سيتي؟ دي قضيه امن دولي. بالظبط كده. ده بلاغ صغير لنيابه امن الدوله العليا وهي هتتصرف، وحتى لو طلع براءه من كل القضايا دي لوحدها هتحبسه. ناس يطلع هو اللي بيصدر الغاز لاسرائيل. وايه كمان يا متر؟ انت قلت انه هيشيل بلاوي كتير. ايوه مظبوط. نزل فضايح على الانترنت زي شوقي، وده انتهاك لخصوصيه افراد، وهددك في موضوع اخته، ودي بلطجه، واستغل علاقاته ونفوذه وحصنته في كل افعاله. ايوه يعني هياخد كام في الشروه دي على بعضها يعني؟ ما تعدش يا جيكا. ها؟ مبسوط دلوقتي يا جيكا؟ انا ما كانش نفسي اي حاجه تحصل من الكلام ده. ما كنتش عايز منه حاجه. بس هو بقى اللي ما سابنيش في حالي. وهو ربنا رجع لك حقك تالت ومتلت. احنا بقى لازم نحتفل بالانجاز ده. استنى بس يا درويش. اما نسمع الحكم الاول وبعدين نبقى نحتفل. Thank you.
ما تشرفتش بمعرفة حضرتك. انت تاني؟ حكمت المحكمة حضوريا على المتهم سميح عدلي فهيم الصرفي بالأشغال الشاقة المؤبدة. رفعت الجلسة. بس أنا مش هسكت. السجن زي ما فيه جرابيع فيه ناس كبيرة. أنا هشتغل من جوه السجن. سميح مش هينتهي بالسجن. سميح ما ينتهيش بالسجن. خسرت كل حاجة يا سميح بسبب عيل هلفوت. كان ايه اللي رماك في طريقي بس يا فتيحة؟ ايه ده يا باشا؟ دي ورشتك يا جيكا. من هنا ورايح احنا شركاء. بس ده كتير يا سعد باشا، وانت جمالك مغرقاني، وانا بصراحه مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش، انت هنا تشتغل وبس. الف مبروك يا جيكا، المرشة حلوه قوي. انت اللي عينيكي بس حلوه. طب انا هستناك في المعرض. ها ماشي. سلام. ماشي يا سعد باشا. اتفضل. ايه ده؟ عفريتة؟ جايبالي عفريتة. هدية بسيطة كده عشان خاطر ورشة جديدة. خد بالك من نفسك، انا هروح دلوقتي الصيدلية عشان اتأخرت قوي، في ناس كتير هناك مستنيين. انا هقفل وبعد عليك. اوعي تروحي لحد ما اجيلك. انا هستناك مش هروح، بس خد بالك اوعى عينك تبص كده ولا كده وانت جاي. هو انت فاكره ان عيني شايفه حد غيري؟ حسيت. انا ورايح، ما تحسبيش خالص. باي باي. الناس دي جايه عشان تسمعني. يسمعوني انا؟ ايوه، هم عارفين ان عندك اختراع وجايين يسمعوا منك اكتر. انا هسيبك تشرحه لهم. اشرح ايه؟ وانا اشرح يا استاذه؟ هم ضم من الصين؟ اه. هو هيفهموني ازاي لما هم من الصين؟ هيفهموني ازاي؟ انا اتحدث العربية. انت بتتحدث ايه؟ ايوه انا اتحدث العربية. انت بتتحدث العربية كده؟ ايوه. ايوه صح، انت كده اتحدثت العربية. والله دي حاجة كويسة جدا. معاك جيكا من جزيرة بدران. اهلا وسهلا بيكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بص يا سيدي، ده
تركبي. ايه ده، عربيه مين دي؟ بتاعتي النهارده بس، يعني ايجار يعني. حرام عليك يا جيكا، شقه وتعب اسبوع كامل ترميه كده في الهوا. في خلينا بقى نعيش يومين زي بقيه الخلق. اركبي اركبي يلا. حلوة اهو، يلا اركب. اتفضلي. حاجة افتح لك؟ أنا بروفيشنال. ها بقى، قولي مالك؟ في حاجة متغيرة من ساعة ما كنا جوه؟ مش عارف. ساعات بحس إن الأيام والسنين كلها متكومة في قلبي فوق بعضيها. ساعات بحس يا دوبك إني مولود امبارح. ودلوقتي حاسس بإيه؟ حاسس إن أنا مش عايز أي لحظة تفوت وأنا مش معاكي. أنا عمري ما بصيت لحد ولا اتمنيت إن آخد حاجة مش ملكي مش بتاعتي. أول ما شفتك في الأكزخانة حسيت إنك حلم، حلم هيضيع مني زي بقية الأحلام. معاكي حسيت إني اتغيرت. أنت غيرتيني. غيرتك إزاي يعني؟ الأول كنت بسكت ومش بالي وبستعمل، ودلوقتي دلوقتي مستعد أعد الدنيا دي كلها عشان أشوفك بتضحكي. ضحكي. أنا مش عايزاك تهد الدنيا ولا حاجة، أنا عايزاك أنت زي ما أنت يا جيكا. جيكا الطيب، أبو قلب كبير، الجدع اللي كل الناس بتحبه. عاوزاك كمان تفضل تحبني. أنا مش هعمل أي حاجة في الدنيا دي. أنا أحبك بس، أحبك بس.